السلام عليكم ورحمة الله. في مقطعنا هذا يا إخوان وكما ترون في عنوان الفيديو، جبت لكم أفضل طريقة يا أخي كريم، أقوى وأفضل طريقة سوف تطور بها ليونيل ميسي نسخة البيك تايم الموجودة في باكج بريميوم خاص بالأرجنتين الذي سوف نقوم بشرائه ب 1500 كوينز يا أخي الكريم. جبت لك أفضل طريقة يا أخي كريم، يعني للناس الذين يهمهم يعني الليفل الخاص بليونيل ميسي يكون 110 أو 120، فأخرج يا أخي الكريم من الفيديو. هذا الفيديو يعني سوف يعني أعطيكم فقط الطريقة الصحيحة والطريقة الأسطورية والطريقة التي سوف تكون متناسقة داخل الملعب، والطاقة سوف تكون متناسقة لليونيل ميسي، رغم سوف يصل معك إلى يعني 90 أو 97 أو 98، ولكن الطاقة أخي كريم سوف تكون متناسقة، وسوف ترى أن اللاعب سوف يكون أسطوري أخي كريم داخل الملعب. المهم سوف نذهب إلى طريقة يعني التطوير. بالنسبة لخانة يعني إطلاق يعني الرصاص يعني هنا باللغة العربية أخي الكريم في هذا التطبيق، سوف أقوم بإضافة كما ترون إخوان، عفوا كما قلنا في الخانة الأولى سوف نقوم بإضافة 9 نقاط، هكذا 9 نقاط. في خانة التمريرات سوف أنا يعني خليها نقطة واحدة. في خانة المراوغة يا أخي كريم سوف نقوم بإضافة 8 نقاط، هكذا 8 نقاط يا أخي كريم. في خانة البراعة يا أخي كريم، أوكي، في هذه الخانة أو في هذه الأيقونة سوف نقوم بإضافة 7 نقاط يا أخي كريم، هكذا 7 نقاط. في الخانة التالية يا أخي الكريم كما ترون سوف نقوم بإضافة 12 نقطة، هكذا 12 نقطة. وفي آخر خانة سوف نقوم بإضافة 4 نقاط كما ترون. هذه هي الطريقة الصحة والطريقة الأسطورية التي سوف تقوم بإضافتها أو بتطويرها لليونيل ميسي. كما ترون الوعي الهجومي 95، التحكم في الكرة 96، المراوغة 97، 95 في الاستحواذ في المساحات الضيقة، التمريرات أسطورية، إنهاء الهجمة أسطوري، الركل أو يعني ضربات يعني الخطأ كما ترون 96، والانحناء 96، كذلك السرعة، لاحظ معي السرعة 85 سوف تكون سريعة جدا هذه النسخة، و91 في التسارع، 88 في قوة في الركل أخي كريم، وكذلك الالتحام الجسدي ليس 50 كالمعتاد بل 78، وتوازن الجسم 96، وقوة التحمل 86. نسخة رهيبة أخي كريم، ولاحظ إذا لعبت بها في مركز يعني LWF أو في مركز RWF عفوا أو في مركز SS أي المهاجم الثاني سوف تصل معك 107 و106. لذلك أخي كريم هذه أفضل طريقة لتطوير ليونيل ميسي عن تجربة. هذا هو مقطع ونهاية هذا اليوم، أتمنى منكم اشتراك في القناة ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.